هذه الجاية بها رسائل عدة حتى داخل القوى السياسية، وأنا شفت من خلال لغات الجسد اللي موجودين كانوا هناك الرياحية في الوجوه، سواء كان في وجه مسعود كاكا مسعود أو من بجواره من القادة السياسيين، الجميع كان مرتاح، رئيس الوزراء، قادة الكتل السياسية، الجميع كان مرتاح. فهذه دل على شيء، فإنه من خلال لغة الجسد أن هناك طرح مقبول لدى الجميع، وهناك محاولة لتصفير المشاكل وحلها ربما في سلة واحدة. الشعب كلش يخاف من لغة الجسد إذا صارت فيها أريحية، معناها متفقين وراح يعني يخمطوا لهم خمطة كبيرة الجماعة، الله وكيلك. هذا الشعب هيك يفسر، مو أنا، فما أدري أنت هم والله إذا ارتاحوا بيناتهم يعني أكو لفة زينة.